الليلة الليلة ست عام يقول يا نساوي يقولوا هي بمناسبة هذا المولد يا وجد قلنا من سواري يقولوا هي. بالتأكيد الراحل الكبير السيد مكاوي يعني خلينا نقول أسطورة من أساطير الموسيقى الشرقية وألحان وأغاني عاشت في وجدان الجميع رغم مرور سنين عليها، ألحان تميزت بالدفء والعذوبية وكلمات رافقت أيضا مصر في كتير من مراحل حياتها وفي كتير من أحداثها الكبيرة. فنان كبير تعاون مع عظماء الفن المصري وقدم الحقيقة أوبريتات وأغنيات وعطاء فني كبير ونادر، وقلما أن نحاكي مثله في هذا العصر. خلونا النهاردة نحيي ذكرى هذا الراحل الكبير، ويمكن معانا دلوقتي الأستاذة أميرة سيد مكاوي مشرفانا في 90 دقيقة. أهلا بك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيب. وبنستفيد طبعا من وجود حضرتك معانا عشان نقول بعض الكلمات يعني التي مهما ذكرنا يعني لن توفي حق سيد مكاوي علينا، فبرحب بحضرتك مرة تانية. أهلا وسهلا يا فندم، ربنا يخليك. يعني بعد مرور هذه السنوات إزاي بتفسري بقاء هذا الكم الكبير من الأغاني والألحان لسه عايش في وجداننا حتى الأجيال اللي ما حضرتش الفنان الكبير سيد مكاوي لكنها ما زالت بتستمتع بأغنياته اللي كتير منها الحقيقة كان كسر القواعد وألحان الحقيقة كانت مختلفة في عصرها؟ والله أنا بشوف يعني من وجهة نظري البسيطة بدون تحيز أنه أنا بنته، لكن هي كانت طبعا سمة جيل كامل أنه هذه الأعمال كانت صادقة ومن القلب ومبذول فيها مجهود حقيقي، علشان كده هي دائمة ومستمرة. يعني هما كمان كان في وجدان وهو شخصيا وهو بينتج هذا العمل أنه هو عايز يعمل عمل يعيش مش عمل للحظة والتو، زائد ان هو كان بيتميز على المستوى الشخصي بقى كملحن ان هو مصري جدا شديد الاغراق في الموسيقى الشرقيه، بيعمل الحان تبدو بسيطه يستطيع اي حد ان هو يغنيها ويحسها قريبه من الدين، وحاجات تمس الشعب. يعني هو عنده جمل لحنيه فيها بهجة وفيها بساطة وفيها مصرية شديدة، فيمكن أو أكيد هو ده السبب إن أعماله لسه عايشة لحد دلوقتي الحمد لله. هو كمان وإنسانيا كان رجل من طراز فريد ونادر، وأنا كنت دايما بسمع سيادة السفيرة ناس بتكاو بتقول كنا دايما بنقول له إن هو طائر ومحلق، يعني برضو حضرتك كنت عايشته معاه إزاي كان هو كمان إنسان استثنائي يعني بشكل خاص ونادر ومتحدي الحقيقة لصعاب يندر أنه أي حد يستطيع تجاوزها وتحقيق كمان هذا النجاح العظيم. هو طبعا كان شخص على المستوى الإنساني استثنائي جدا، مش بس استثناء في أنه هو تحدى الإعاقة اللي عنده، لكن كمان في كيفية تعامله مع هذه الإعاقة. يعني أنا قابلت مكفوفين كتير في حياتي بيبقى عندهم نقطة أسى كده إن هم محرومين من نعمة البصر، لكن هو كان من الفلسفة بمكان إن هو حول هذه الإعاقة لشيء يعني يكاد يكون بيسخر منه أو بيقول إن هو عنده شيء مميز عن الناس بدل ما يقول إن هو حاجة ناقصة وش كان شايف إنه دي. فهو كان محول كل الحياة اللي هي ظلمة جدا، لو جربت تغمض عينيك يعني وتشوف الدنيا لوقت طويل ظلمة، لشيء تاني خالص لون بخياله الظلمة دي ورسم فيها رسومات وشاف فيها حاجات. وأنا يعني أنا وكل من تعاملوا معاه شكوا في مراحل كثيرة أنه هو مبصر فعلا، وكان طريف وخفيف الظل وطبعا جدا كما يعني الناس كلها بتقول أنه كانت خف الدم مش طبيعية. لا كان خفيف الدم جدا وصاحب نكتة وسرعة بديهة فائقة وطفل يعني جسمه كبير بس هو طفل صغير كده بيعمل حركات شقاوة حتى هو كبير في السن، وحنانه بقى على المستوى انه هو اب يعني
انا دايما بقول عليه انه كان جلابيه حنان، يعني زي ما الواحد يلبس جلابيه كده تغطيه من فوق لتحت، فهو كان مغدق الحنان والعطف، يعني شخص استثنائي حقيقي يعني. ايه اللي حضرتك نفسك تشوفيه احياء لتراث هذا الفنان الكبير اللي ترك بصمه خاصه في وجداننا وفي وجدان الوطن العربي؟ ايه اللي نفسك تشوفيه دلوقتي تكريما ليه؟ انا يعني انا شخصيا بشوف تكريم من الناس، يعني دايما الناس بتدعي له وبتحبه وبتسمع اغانيه، ولما التقي باي حد يعني بحصل على محبه مجانيه موروثه من محبتهم لي. اتمنى ان هو اعماله تعاد تقديمها، يتم تقديمها بشكل متواصل، ومش هو بس الحقيقه، يعني هو وكل جيله، لانه الزمن اختلف والمدخلات اللي بتدخل للأجيال الجديدة بقت أكبر مما يجب، فاحنا محتاجين بس نقول للأجيال الجاية إنه الناس دي بتوعنا وكبرنا وأصلنا، فياريت يعني لو الأعمال بتاعت طبعا، أبويا أو غيره ربما حتى إعادة ترميم لأعماله، وكمان الحفلات الخاصة اللي كان بتقوم بيها واللي طبعا سجلها التلفزيون، يا ولديها ريت. أعمال الأوبريت العظيم الليلة الكبيرة كمان اللي كان استثنائي في كل نقطة وفي كل جملة لحنية. وفي اوبريتات تانية موجودة طبعا في مسرح العرائس، يعني هو عنده اوبريت عظيم في مسرح العرائس مصور اسمه حمار شهاب الدين، ده اوبريت كموسيقى يعني حاجة من أبدع من لكن ما الموسيقى. بنشوفوش كتير على الشاشات لأنه للأسف ما بنشوفوش خالص. هو ما بنشوفوش خالص، فأنا أتمنى إن الحاجات طب هل لدى الأسرة أعمال تستطيع الآن تقديمها أو تعيد تقديمها، أو أوراق خاصة لسيد مكاوي، أو أشياء لم تحكى بعد مثلا قد نراها في مذكرات أو إعادة تقديم لحياته مثلا؟ هو انا حاليا بصدد كتابه مذكراته. انا الحقيقه انا حملت نفسي مهمه وامانه من ساعه ما هو غاب، يعني اني اجمع كل التسجيلات الخاصه وبتاعته وبحولها دلوقتي لديجيتال، ويعني الله، الحاجه جميل اللي ده انا جدا جدا جدا، طبعا لانه ده ارث يعني تبقى موجودة على جيد. اليوتيوب كمان لآلاف بقى الأجيال القادمة تشوف وتتفرج. إن شاء الله يحصل كده في القريب العاجل بإذن الله إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا في 90 دقيقة الأستاذة أميرة سيد مكاوي، وحديث لا نمل منه، بالعكس كل مرة بنكتشف جوانب يعني جديدة ومختلفة في حياة هذا الراحل الكبير اللي كان استثنائي بفنه وبإنسانيته الحقيقة.